مع تأجيل المحكمة الاتحادية مرة أخرى إصدار قرارها في دعوى رئيس تحالف الفتح هادي العامري المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات، بات واضحا أن القضاء العراقي يفضل توصل الأطراف إلى تسوية للأزمة نظرا إلى صعوبة الخيارات الأخرى والوقت الذي تستهلكه، خصوصا إذا ما وجدت المحكمة مسوغات لإلغاء النتائج كليا أو جزئيا. وبالتزامن مع ترقب حسم المحكمة الاتحادية الجدل من خلال المصادقة على نتائج الانتخابات، تواصل القوى السياسية تحركاتها الرامية للتوصل إلى تفاهمات ممهدة لتحالفات تشكيل الحكومة، فهل قرار المحكمة يؤجل أيضا انفجارا سياسيا؟ المحكمة لا تريد يعني أن تكون قراراتها على حساب أحد الأطراف، كون يعني الجميع يمتلك إمكانية وقوة وحضور في المشهد السياسي وحتى المشهد الأمني والاجتماعي في العراق، وأن أي احتكاك بين تلك الأطراف سواء الفائزين أو حتى الخاسرين سوف تكون يعني عواقبها وخيمة وربما تقود إلى أمور أكثر فداحة. البيدر وفي حديث مع جسور كشف عن جملة تحديات بنيوية ستواجهها الحكومة المقبلة، من أبرزها التحدي السياسي والأمني. الحكومة الجديدة في العراق سوف تواجه الكثير من التحديات، منها تحديات بنيوية تتعلق بكونها الحكومة الأولى التي تخرج من عباءة انتخابات مبكرة، إضافة إلى أن هنالك معارضة تستعد لمراقبة والتصدي لأي إخفاق تواجه هذه الحكومة وهي يعني بادرة أولى في المشهد السياسي العراقي، إضافة إلى أن هنالك تحديات أمنية سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية أنتجتها المراحل الحالية والسابقة، وبذلك تحتاج إلى إرادة قوية، إلى تصدي كبير لتلك الأزمات وفي مقدمتها أزمة الفساد وانتشار السلاح. وعن أسباب التأجيل المتكرر لقرار المحكمة الاتحادية، تقول مصادر متابعة لجسور إن القضاء العراقي قضاء رصين، عادة ما يمنح الفرص لكل الخصومات لغرض الوصول إلى تفاهمات يمكن أن تحد من المشكلة.